وللحديث عن الحملة الإغاثية التي قامت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في مخيم عملية الفلوجة، معنا من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. بداية دكتور عبد القادر، السلام عليكم. ما أهمية هذه الحملة الإغاثية وما خصوصيتها؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة جاءت بعد مناشدات وصلتنا من طريق النازحين على النازحة في مخيمات النزوح في عملية الفلوجة، وتحديدا من المخيم المركزي في عملية الفلوجة. وهذه المناشدة كانت تتعلق بالنقص الحاد في مادة التحرير هذه العائلات، ولا سيما بعد ارتفاع اسعار هذه الماده في الايام والاسابيع الماضيه شهدت ارتفاعا كبيرا في الاسعار، وذلك هذا ادى الكاهل للنازحين ولم تعد تصلهم الوجبات بصوره منتظمه، وجبات الحصه الخاصه بهذه الماده. لذلك نظمت المنظمة حملة خاصة لتأمين هذه المادة الضرورية المهمة للعائلات الموجودة في مخيمات النزوح، واشتملت هذه الحملة على 450 حصة من مادة الدقيق للطحين الخبز. وأطلقت على هذه الحملة حملة رغيف الخبز استجابة لهذه النداءات والمناشدات التي وصلتنا، والحمد لله استطعنا أن نغطي جميع حاجات هذا المخيم لجميع العائلات الموجودة في هذا المخيم. هل من حملات أخرى تنوي؟ هذه الحملة في سياق حملات مستمرة تنظمها المنظمة بدعم النازحين في معاناتهم، معاناة النزوح المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات. هل ستكون في مخيمات أخرى أيضا دكتور؟ عفوا، هل ستكون هذه الحملة في مخيمات أخرى؟ إن شاء الله. لدينا الآن نحن مقبلون على شهر رمضان، وسيكون لدينا برنامج خاص بالمساعدات الإغاثية في خلال شهر رمضان، وإن شاء الله في جميع المخيمات في حيث يوجد عائلات نازحة في الوسط وفي الشمال في جميع المناطق التي تشهد حضورا او وجودا لهذه المخيمات النازحه. طيب، ما اهميه ان تتواصل هذه الحملات في ظل ارتفاع الاسعار؟ عفوا، الصوت غير واضح، لو تعيد السؤال. يعني الى اي مدى تواصل هذه الحملات من اجل اعانه المهجرين هو مهم في هذه المرحله؟ نعم، في الحقيقة يعني النازحون أو هذه العائلات الموجودة بحاجة ماسة إلى قضية تأمين الغذاء، ولا سيما بعد ارتفاع الأسعار في هذه الفترة. لذلك يعني نحن ندعو جميع المنظمات أن تلتفت إلى هذه القضية، قضية تأمين المواد الغذائية، لأن هناك ارتفاعا حادا في الأسعار. لذلك تأتي أهمية تأمين المواد الغذائية بالدرجة الأولى الآن في هذا الظرف الصعب، ولا سيما نحن مقبلون على شهر رمضان، فتتعدد حاجاتهم من مواد غذائيه وغيرها اللي هي الحاجات الاساسيه في شهر رمضان المبارك. ان شاء الله نعمل نحن على تامين ما نستطيع بوفق قدرات المنظمه، تيسير وتسهيل الحصول على المواد الغذائيه الضروريه لهذه العائلات ان شاء الله. شكرا. الأيام والأسابيع القادمة. شكر لك دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا من الأنبار.